التومة بتنخزن من نص أربعة، من نص أربعة بتبلش بتنشف شوي هيك، لازم تنخزن عشان تضل بقية الموسم ما تفضيش. إذا تضلت إذا قطعت عرقها، هذا العرق إذا قطع هيك التومة بتموت، هاي بتغذاش الراس. لازم تتجدل وتعلقها بمكان رطب عشان إيش تضل تتغذى من العرق، من هذا العرق. طلع شو العرق هذا، هذا العرق هون، هاد هذا بضل يتغذى، شايف هذا بضل يتغذى التومة، هذا العرق هذا بضل اخضر، هاي هون بتكبر بتصير بتنبز. هاي لقديش بتدوم هاي الطريقة؟ هاي بتضل طول السنة بتفضيش، حبة بلدية بتسوى كل الصينية. هاي تومة بلادنا هاي، بعدين الله وكيلك كان عندنا تومة احسن تومة تعب دار بلوط، اليوم من وين تيجي هاي؟ هديك تومة بلدية حبة صغيرة، بس تومة هديك من ريحتها بتشمها من بعيد. هلا هاي التومة اسرائيلية لعلمك، من اراضي 48. هاي من وين اخذت فكره التشجيل؟ هاي التشجيل اخذتها من عمي ضعضع. عمي ضعضع كان يجدل علمني على التشجيل، هذا حكي من حوالي 15 سنه. عمي ضعضع علمني على التشجيل، الكل بيجدلها من ايام زمان زمان، كل ختياريه كان يجدل التومه هيك ويعلقوها. البندوره والهاوي كلها فيش، كان في ثلاجات ولا في شيء، كان كل شيء يخزنوه بشو بيحكوا لها النمليه، كان يقولوا لها بالنمليه يحطوا كل شيء. الله يهدي البال يا رب. احنا بنحكي يلا شو بدك الناس بمناسبه رمضان كمان، نحكي لهم كل عام وانتم بخير والصحه والسلامه ينعاد علينا وعليكم بهدات البال، وان شاء الله يا رب اقصانا محرر، والله يا رب يحمي الاقصى واهل الاقصى واهل القدس.